نختم الموضوع ده بكلام سيدة فلسطينية بتبعت كلامها لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي وملك المغرب وحاكم البحرين وأي حاكم من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المطبعين والمنبطحين على وجوههم في وحل الكيان الصهيوني، واللي بيقولوا احنا بنبعت أكل وبنبعت مساعدات للشعب الفلسطيني. الفلسطينية الحرة بتقول لهم أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه أمتنا التي تنادينها، لعبت بها قومية مشؤومة وهوى بها نحو الخضوع رفاق. ده اللي بيحصل دلوقتي واللي بيعمله في أمتنا وفي دولنا أشباه الرجال أو أشباه الحكام زي السيسي وبن زايد وملك المغرب حاكم البحرين ومحمد بن سلمان وأمثالهم من المنتمين أو المنضمين لحظيرة، أو آسف في الكلمة اللي هقولها دي، لزريبة التطبيع.